اتفضلوا. أحبائي أهلا وسهلا فيكم، وحنعمل هلأ وصفة الكل حيحبها، طبخة بسيطة ظريفة لذيذة، كبار صغار حينبسطوا منها. اسمها مضحك شوي، كباب أبو شوارب أو شنبات زي ما بدكم سموها. نشوف مع بعض كيف نعملها. حبتدي خطوة الأولى بتجهيز مكونات الصلصة. الصوص عندي أنا ممكن أكون عاملاه قبل بوقت وأكون مرتاحة، أو وقتها لو بدي مرة واحدة أطبخ الطبخة. هحتاج الطماطم تبقى حمرة شوي، إذا حبيتوا تخلوها زي ما هي أو تقشروها على حسب رغبتكم. هحتاج البصل المفروم، ممكن بصل عادي، بصل أحمر. حبيتي طعم أكتر، لقيت عندك بواقي بصل أخضر فيك تدخليهم معهم، يعني استغلوا كمان البواقي عندكم. البندورة حمرة قبل ما تدبل فيني أحولها لصلصة. طماطم وشوية مطيبات، وأهم إشي إذا حبيتوا أوريجانو، زعتر، ريحان. هاي الأعشاب بتعطي نكهة كتير طيبة للصلصة. نبتدي نجهز الصلصة. أنا عم بستعمل هون زيت زيتون، ولكن الزيت اللي موجود عندكم ممكن تستعملوه إذا حبيتوا تستعملوا زيت الذرة أو الزبدة أو سمنة على حسب رغبتكم. حضيف البصل وحضيف الثوم. هقلب هالمكونات مع بعضها لحوالي دقيقة بس عشان نكهة البصل والثوم مع زيت الزيتون هيك تطلع، ويبقى عندي الصوص له نكهة وطعم طيب بس تشويحة بسيطة. حضيف الطماطم وحضيف الفليفلة الحمراء، تعطيني نكهة كتير طيبة، وممكن تستبدلوها إذا حبيتوا بالفليفلة الخضراء. الفلفل البهار، وفيكم طبعا اكيد تحطوا البهارات اللي انتم بتحبوها. وحنضيف شويه الاعشاب والملح. معجون الطماطم اكيد حيعطيني نكهه كتير طيبه ويعزز لي طعم الصوص. وحبتدي اقلب كل هالمكونات مع بعضها وحمصها هيك او اشوحها لمده دقيقه، وبعد هيك حضيف عليها المي. بالنسبة للمي يفضل انكم تحطوا المي مغلية. اضفت حوالي 3 كوب من المي، حياخدوا غلوة بسيطة وابتدي اجهز الكباب. الطبق حيكون جاهز جنبي. المكونات عندي كتير بسيطة، في طبق حبتدي اضيف اللحم. عندي لحم مفروم، ممكن اخلط غنم مع بقر او بقر لحاله او غنم لحاله على حسب رغبتكم. حضيف البقدونس، البصل المفروم، حضيف شوي من البقسماط. البقسماط بيساعد على انه الكباب يكون متماسك مع بعضه. واضيف المطيبات على حسب رغبتكم او البهارات كمان. طبعا اللي بيحبوا الاكل اللي بيحرق، بس هذه الاكله عائليه اكيد الاطفال حيحبوها، فمش حنكتر شطه، بهارات خفيفه وفصين ثوم وكل هالمكونات مع بعضها. يبقى عجنت المكونات كليتها لغاية ما تجانست مع بعضها وأصبحت عندي كباب أو كفتة ناعمة. حبتدي هلأ أخذ بضع حبات من السباكيتي حسب الكمية اللي أنا بدي إياها. بصراحة هي ما إلها عدد معين، ممكن تختاروا 10 حبات أكثر أقل على حسب ما بترغبوا أنتوا. هحطهم بإيدي بهذا الشكل وأبتدي أتعامل معهم كأنهم السيخ اللي إحنا بنعمل فيه الكباب. هاخد كمية من الكباب في إيدي وأبتدي أشكلهم فوق الاسباكيتي، ويصيروا عندي كأنه أنا حطاهم على عود الشوي، ولكن بدل عود الشوي هو عبارة عن الاسباكيتي نفسها. هيبقى عندي بهذا الشكل، موضوع كتير بسيط، وفي هاي المرحلة اللي بقولكم ممكن الأطفال يدخلوا يساعدوكم. يبقى أعزائي بعد ما جهزنا كل المقدار حيكون عندي بهذا الشكل. هلأ في عندي اقتراح، كمية المكرونة زي ما خبرتكم في البداية فيكم تتحكموا فيها، فأنا ممكن أخذ بقية الاسباكيتي اللي أنا مثلا بدي أزودهم وأحطهم زي ما هم، أو أقطعهم نصين وأحطهم في داخل الصينية بهالطريقة. أساس لو عندي الأسرة ممكن يكفيهم هذا الطبق. الصوص عندي جاهز
ومباشرة حوزع فوق الكباب. في ملاحظة كتير مهمة عايزة تنتبهوا لها من فضلكم وإحنا بنشغل، حتلاحظوا إنه الصوص اللي أنا عملته سائل في مية كتير، لأني طبعاً محتاجة إنه الكباب يستوي وبنفس الوقت الاسباكيتي يتشرب بهذه المية، لأنه الاسباكيتي مش مطبوخة فبحتاج نسبة سوائل عالية كتير في هذه الوصفة. هلأ حغطيها وأدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتأخذ حوالي نص ساعة لغاية ما تلاحظوا أنها أخذت لون ذهبي والسباكيتي استوى. إذا لاحظتوا أنه المي قلت أثناء ما أنتوا بتخبزوها بالفرن، هذا شيء طبيعي لأنه السباكيتي حيتشرب، فبزودها شوية، ممكن حوالي كوب من الماء المغلي، وأسيبها لغاية ما تستوي السباكيتي على الآخر ونشوف شكلها. أعزائي السباكيتي هلأ جاهزة عندي، لونها حلو، ريحتها كتير كتير مميزة، وقررت أدوق واحدة من الكباب أبو الشوارب. شوف الشوارب الأول، هاي الشوارب. طيبة جدا أعزائي، وصفة كتير سهلة طيبة شهية، وكمان بتعطيكم مقدار كتير كبير. أرجو أنها تكون عجبتكم وتفضلوا.